بنجدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم، وأكيد بنجدد التهنئة بالفوز بالدوري العام المصري للمرة الخامسة على التوالي وللمرة رقم 42 عبر تاريخ القلعة الحمراء النادي الأهلي العظيم. طبعا تاريخ النادي الأهلي في التتويج بالبطولات يعني لو فضلنا نتكلم عنه في كل حلقة وكل يوم من أيام البرنامج أكيد مش هيخلص، ولكن مع تتويج الأهلي بالدوري للمرة رقم 42 عبر تاريخه لازم يبقى لنا وقفه بقى هنا ونرجع كده ونعمل فلاش باك ونوستالجيا لطيفه جدا لتتويجات وبطولات الشياطين الحمر. وطبعا ده اللي اكيد هيساعدنا جدا فيه الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي. صباح الفل على حضرتك ومنورنا والف مبروك. صباح الخير عليكم وصباح الخير استاذ نهاوند. يوم جميل، يوم سعيد، يوم فرحه كمان اللي احنا كاهلاويه متعودين نفرح كل سنه بالاهلي. أيوة. نادي الاهلي القلعه العظيمه، بطولات، اخلاق، مبادئ، تاريخ عظيم جميل، واحنا النهارده جايين نقول التاريخ الجميل ده من صفحات الارشيف وبنوثق كل حاجه من ورقه عشان نقول التاريخ اللي ما شافوش يشوفه. صح، ده كلام جميل. وحضرتك يعني خلاص بقيت يعني ضيف دائم ان شاء الله كمان للبرنامج ومش غريب، واحنا بنسعد فعلا بحضرتك وفقرتك بتطلب وبقيت اصبحت زميل كمان. زميل كمان. ايوه دي حقيقه، دي حقيقه. الحمد لله. نسمع بقى من حضرتك ونرجع كده بالدوري وبطولاتنا القديمه والصور الجميله والمنشطات اللي نزلت، وخلي كده الجمهور يتفرج ويفتخر كمان بتاريخه العظيم. وشوف احنا لما هنبدا النهارده هنقول مثلا ان الاهلي العظيم، هنتكلم عن الدوري مش هنتكلم عن الكاس اللي بدا من اول بطوله 23، لا احنا هنتكلم النهارده من الدوري. اول بطوله الاهلي خدها مع اول انشائها في 1948 49، وهنشوف اول صوره هتظهر دلوقتي ازاي اول فريق اتكون. دي صوره حلوه قوي ونادره جدا للناس اللي ما شافتش بدايه اول فريق مثل النادي الاهلي في اول بطوله خدها الاهلي في 1948 49. والحاجه الجميله اهي فيها بقى عمالقه، عمالقه في تاريخ النادي الاهلي. دي بدايه الاهلي وتتويجه بلقب الدوري. اول بطوله 1948 49 فيها الكابتن همامي، كابتن ابو حباجه، الكابتن محسن مدكور، كابتن كروان، الكابتن حمدي، جون العظيم كابتن كمال. دي اول فرقه اتصورت مثلت الاهلي في اول بطوله 1948 49. والحاجه الجميله ودي معلومه حلوه للجمهور من التاريخ طبعا، ان البطوله بدات 1948 49 الى 1958 59 الاهلي بياخدها ورا بعض، يعني 10 سنين 11 سنه 9 سنين دايركت ورا بعض البطولات كلها الاهلي بياخدها. صراعات كان زمان بقى اللي بينافس الاهلي الترسانه والمختلط، السكه الحديد، المصري، كل الفرق اقوى من بعض وقتها. كان ساعتها ما فيش بقى فرق اقوى من الفرق طبعا، عشان تاخد بطوله بيبقى صعب جدا. لكن الوازع عند النادي الاهلي كمبادئ وقيم واخلاق وتاريخ، وكان عنده بطولات كاس قبل كده كتيره جدا، فكانت دي يعني بتدي له الدفعه ان ياخد البطوله الجديده دي. كانت فكره حلوه وجديده اتعملت في 48 49، ها ان الاهلي يشترك فيها من اول سنه 9 سنين ورا بعض 49 ل 58 ياخدها ورا بعض دايركت، ده شيء عظيم، شيء جميل. وده اللي حابينه الصور عشان نتكلم اكتر من بين التاريخ والارشيف بيقول ايه. جميل جدا. طيب نروح معاك بقى يا استاذ محمد برضو. دي صوره ثانيه برضو من نفس الفرقه في الايه في، وفيها الكابتن عبد الصالح الوحش اهو على الشمال. فوق خالص تاني شخص واقف على الشمال، والكابتن عبد الوهاب سليم جنبه، اخو كابتن صالح سليم، اخو الكابتن طارق سليم. فرقه عظيمه. انا بجيب بالترتيب لما جبنا اول صوره اول بطوله، ودي الفرق يعتبر يعني اللي هم كملوا بقى 49 50 51، وهنخش بعد كده كمان في الخمسينات بقى الفرق اللي ظهرت بقى اهي. يا ريت بقى نشوف الصوره دي مهمه جدا. الكابتن صالح سليم، كابتن طه اسماعيل، كابتن ابو حباجه، كابتن فؤاد ابو غيره، كابتن عادل هيكل. يا اسماء، كل اسم عظيم طبعا، كل اسم بكم. الاهلي يا جماعه لازم نعرف الاهلي مراحل تاريخيه عظيمه. ها ناس بتكم الناس، اجيال بتكم الاجيال. صحيح. كل جيل يجي ها بيغير، بس بيغير في ايه بقى؟ في الاحسن، ان ازاي الجيل اللي قبليه يبقى عنده انا اجيب بطولات اكتر، باخد كاس واخد دوري. بس مهمه كل جيل جديد صعبه جدا، لان طبعا اللي قبل منه بص الاسماء اللي حضرتك بتقولها دي على عتقه، يبقى شايل الهم على كتافه. صحيح. ان عايز يكمل المسيره ويجيب بطولات اكتر، لان احنا نادي بطولات. طول عمرنا بنهاجم، احنا ما بندافعش، احنا طول عمرنا بنهاجم، عايزين بطوله، عايزين بطوله. وده اللي بيقابل الاهلي في كل ماتشات، كل الفرق بتلعبه مع احترام لكل الفرق، عايز تدافع، عايز تحافظ على جوانا، لكن احنا عايزين نهاجم، عايزين نكسب. وده اللي بيخلي على طول عندنا نوع من الشد العصبي في المباريات. يعني ايوه، هنا بقى صوره يعني غير عاديه.
دي صوره للاهلي في الستينات. لو نشوف كده من قاعدين على اليمين الكابتن ربنا يديله الصحه الكابتن انور سلامه، الكابتن الجميل والمعلق الجميل الكابتن ميمي 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 الشربيني. ميمي الشربيني طبعا. كابتن ميمي الشربيني المذيع الجميل. لو اقصى الشمال يا كابتن طه شيخ طه اهو قاعد على الشمال، وكابتن فؤاد ابو غيره. مين الجون الجميل؟ كابتن مروان ربنا يديله الصحه، ده نجم سينما اللي واقف في حراسه المرمى. شايف الصوره؟ شايف الجمال؟ من هنا النادي الاهلي وراه البرج الجميل والزي الحلو المفرح. تملي الاهلي يعني حتى في الفانيلا بتاعته مفرحه، بتدي نوع كده من الاثاره. ها يعني نوع كده شوف ده كان في صوره ستينات عايزين نجيبها بس احنا رجعنا كده ولا بقى الستينات. كويس. الصوره دي بقى ليها يعني ليها ذكرى مهمه قوي. الصوره دي اول بطوله الاهلي ياخدها في السبعينات. كان عندنا شويه وعكه كده في الستينات لكن عديناها بعد النكسه وبعد 73. ها اول بطوله 74 75 خدها الاهلي. نشوف بقى من الشمال لليمين كابتن محمود الخطيب طبعا علم ورمز تاريخ الاهلي. الخطيب كابتن طاهر الشيخ، كابتن مصطفى عبده، كابتن محسن صالح، ها كابتن احمد عبد الباقي، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبد الحليم تحت اهو، وكابتن حسين كابتن حسن حمدي، كابتن شطه، والراحل العظيم الكابتن ثابت البطل. الجون هنا دي اول بطوله خدناها في 75. وشوف التشكيل العظيم اللي عمل نهضه في السبعينات. دي فرقه تخض طبعا والله حاجه تخض. ايه ده؟ حاجه كلهم عمالقه. دي دوري 98 كابتن مجدي طلبة، كابتن هادي خشي، كابتن محمد يوسف، كابتن عصام الحضري، كابتن حسام حسن، كابتن اسامه عرابي، ها مشير حنفي، ياسر ريان محافظ الالقاب، كابتن هاني رمزي، كابتن ابراهيم حسن. فرقه يعني التسعينات برضو خدنا يعني احنا الاهلي حاجه عظيمه قوي، ناخد من خمس مرات دايما مرات. اي صوره فيها كابتن ابراهيم حسن وحسام حسن ايا كانت وضعيتهم ايه في الصوره حضرتك مش بتلاقي اي صعوبه في ان انت تعرف ان ده ابراهيم وده حسام. طبعا صعب صعب. روح واحده جسد واحد وابناء النادي الاهلي. انا حاسه اللي واقف كان كابتن، لو نرجع بس بالصوره يا جماعه. أيوة. وقول لي صح ولا غلط، كابتن حسام اللي فوق اللي واقف، اللي واقف كابتن حسام واللي تحت كابتن ابراهيم. طب شفت بقى لان كمان هو الهداف كان في فرق صغير على فكره. يعني انا فاكره سنه 98 ويمكن قبلها بسنه كمان كنا يعني انا كنت بقى ابتديت اتفرج بقى على الماتشات وعلى الاهلي مع اهلي بقى وكده، فكان اول فرقه لينا هو حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، فكان بالنسبه لنا احنا الصداره. والكابتن جميل وكابتن اسامه عرابي ربنا يديله الصحه، يعني من اعظم اللعيب واللعيب اللي هو يعني الاهلي كله بيحبه برضه. فرقه عظيمه 92 دي وكان طبعا وكنا راجعين والحضري طبعا. ايوه دي سنه 81 قالي بطل الدوري بقى، وكابتن حسام البدري، وكابتن خالد جد الله، وكابتن مصطفى عبده، كابتن الخطيب، ها كابتن محمد عباس، كابتن فوزي سكوتي، كابتن اكرامي، كابتن ماهر همام، كابتن مجدي عبد الغني، مدحت رمضان، مصطفى يونس. يعني جيل 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 بيكمل جيل. يعني يطلع لعيب بيكون الاحساس بتاعه في نفس قوته. يعني كل مكان كنا بنلاقي اكتر من لعيب طبعا في المكان بتاعه. وهنشوف كمان يعني هنشوف لعيبه عظماء ساهموا في تاريخ النادي الاهلي. دي من بطولات بقى اللي احنا خدناها يعني من 2004 ل 2010 كنت قاعد اتفرج على الاهلي كده، ها واشرب الشاي هنكسب. عندنا فرق عظيم، اي فرقه على مستوى العرب، على مستوى مصر، مستوى افريقيا، مستوى العالم. لما شاركنا سنه 2007 2008 وخدنا المركز الثالث، ها حاجه عظيمه. هنا برضو فرقه على مستوى كابتن النحاس ما شاء الله عليه عامل شغل حلو مع المقاولين، كابتن فلافيو، كابتن عماد متعب، كابتن محمد بركات، كابتن اسلام الشاطر. كان جيل مميز جدا. حاجه بيكملوا بعض، حاجه عظيمه. طبعا معاهم الكابتن جوزيه طبعا، مانو جوزيه، حاجه عظيمه وتاريخ عظيم مشرف يعني. و2007 لسه هنشوفها وهنشوف حاجات. انا بحاول اجيب من كل بستان الزهره دي حقيقة من دي كل حقبه صوره. طب معاك غير الصور كمان لو تحكي لنا عن يعني كواليس كانت حصلت، وانا عارفه ان حضرتك عندك كل الكواليس ومش عارفه بتجيبها منين بس يعني احنا سعداء انها عند حضرتك. التاريخ فنتكلم عن منشطات مثلا. نمسك لسه هنجيب ده في منشطات جامده هتيجي دلوقتي. طب جميل جدا. حاجه غير عاديه بس هنجيب حاجه كده من ايه الصوره تيجي. الله دي بطوله 76 الاهلي لما خد الدوري. شوف دي صوره على جورنال اخبار اليوم من بره، جمهور الاهلي بعربيات الفرحه من زمان، وكابتن زيزو وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده. ازاي الفرحه، ازاي الحب اللي كان بيجمع البطولات، ازاي الانتصارات الجميله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني الاحتفالات اللي في الشوارع والعربيات والموتوسيكلات والكلاكسات والحاجات دي باديه من زمان مع النادي. من زمان في كل الاماكن الشعبيه. انت عايز مصر تفرح الاهلي ياخد الدوري، عايز مصر تفرح هي الفرحه مع يعني من زمان مع النادي الاهلي. خلينا نقول في كل التاريخ، تاريخ مصر كله، اي الاهلي ياخد اي بطوله تلاقي الناس البطوله كلها تخرج. اهو النادي الاهلي ياخد البطوله اهي برضه 76 77 العام الثالث على التوالي
ده كان جنان الاهلي مطلعه في بدايته، كان بقاله 3 سنين. ها ازاي ان الاهلي يعني ازاي هو الحاجه المفرحه في حياتنا؟ ازاي هو الشيء الجميل تلاقي مصر كلها واقفه على بكره ابيها النهارده الاهلي هيلعب؟ دي كان مهرجان ناجح، الاهلي بيلعب مع دمنهور وكسبه، وكان كابتن الخطيب ساعتها كان مريض وكان قاعد في البيت وكان بتابع المهرجان ده. زي الماتش الاخير لما كانوا فرقه مصر المقاصه بتكرم النادي الاهلي وعاملين لهم ممر شرفي شيء محترم جدا. ها كل الفرق يا سلام، شكرا. حلوه الصوره دي قوي. في نفس اليوم الاهلي كان بيحتفل بالبطوله ديت وبيلعب مع دمنهور 78 تقريبا، الخطيب قاعد في البيت ها ببساطه وكان عامل عمليه الابتسامه وكان مريض. بص نفس العدد نفس الجورنال كانوا جايبين من تحت ايه الخطيب يشاهد احتفالات نادي الاهلي من بيته. شخصية استثنائية على كل الأصعدة الحقيقة. طبعاً طبعاً. وعنده كاريزما شديدة الخصوصية غير مسبوقة وغير متكررة. محبة الناس، الخطيب يعني. في أعظم صح. مكان بيلعب في الأهلي ضحى بفلوس كتير، سيبك من الكل كان بيتقال من أحقاد ومن كراهية ومن غل، ها؟ الخطيب ارجع لتاريخه طلع عليه فلوس كتير. طبعاً. الخطيب ده كان بيقعد يفرحنا. الخطيب ده كان بيلعب ومكسور، الخطيب ده كان مع طبعا حفظ الالقاب، بياخد حقن الكورتيزون اللي بتنهي على اي لاعب عشان الاهلي محتاجه. مصر كان مره ماتش لعب ماتش مصر واثيوبيا في تصفيات كاس العالم برجل واحده، قال لك الخطيب بيلعب برجل واحده وجابينه ورجله الثانيه مصابه وكسب مصر. لا يعني هي مصر. صفات بتعكس يعني اخلاق النادي الاهلي اللي احنا كلنا كجمهور ويعني كمشجعين وكلاعيبه ان شاء الله دايما هنحافظ عليها. ويمكن انا وكريم كان لينا الحظ ان احنا قابلناه كمان في افتتاح استاد الاهلي والسلام، وكان يعني قد ايه هو مش بس فكره محترمه، متواضع وبيتعامل بادب وبيسلم بادب، ويعني حاجه جميله فعلا للنادي الاهلي. ده مش من فراغ يعني. طبعا التاريخ بيقول كده مش احنا. انا عايز اسالك انت شخصيا بقى سؤال يعني لما بتتفرج على الماتشات للنادي الاهلي وخصوصا الماتشات المهمه بتتفرج لوحدك في البيت ولا مع اصدقاء ولا بتنزل تقعد على القهوه مثلا؟ والله والله انا متخيل ان انت متابعتك للماتش مش زي بقيه الناس اللي قاعدين. مش كده والله بتقفل عليك بفتح الاوضه وبعدين مراتي تخش تقعد تزعق لي، بتلاقي رجلي والله العظيم رجلي من تحت ساقعه وبتعصب. والله بتعصب، حرام حرام، هو ده التحكيم، ده التحكيم علينا مش لينا. طب ازاي ده كده؟ طب ارجعوا التاريخ. يبقى انا احساسي ناحيتك في محله. انت مش مشاهد عادي ابدا لماتشات النادي الاهلي. بس ما اقولش لفظ وحش، اتمنى اشجع الاهلي بحب. اتعلمنا كده. ايوه اللي علمنا الاهلي علمنا، انا اتعلمت من اهلي في حياتي ال 50 سنه حاجه كتير قوي، ان مثلا ان حد غلط فيا ما ردش عليه، اترفع ان ارد عليه، ها اكون هادي يعني ما اتكلمش كتير، افعل انجز اشتغل اجتهد، هو ده النادي الاهلي. وكلها سمات النادي فعلا اللي حضرتك بتقوله، كل المفردات دي من الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي عبر تاريخه الحقيقه مش في فتره معينه. كمان تحس ان الاهلي كيان من كيان مصر، مصر كده بتترفع عن كل اللي بيهاجمها وثابته، ها ما بتهاجمش حد، بتسكت وبتاخد حقها وبتشتغل وبتنجز ومركزه، وانت مركز في نفسك ولا تلتفت ولا تقارن نفسك بغيرك ومستمر في طريقك. هو ده، ما فيش حد يضاهيني، انا مصر ام الدنيا، انا الاهلي ابو الانديه، اكبر بطولات، مين هيقارن بيا؟ اكبر بطولات واحسن لعيبه واحسن تاريخ، لا وجه لمقارنة بتاتا. خلينا بقى نروح مع حضرتك. الاهلي يهزم الزمالك 1-0، انا بجيب بطولات من ايه؟ من السبعينات ومن الثمانينات وكابتن علاء ميهوب، دي بطوله بقى في 63 جميله. شباب الاهلي يهزم يعني خبره الزمالك، وفي حاجه تملك عواجيز الزمالك، ها 3-0، كان كابتن سيسو كابتن السايس وكابتن ريعو، ها فرقه جميله. وبعدين خدوا بالكم ده ستينات، يعني كان كابتن شريف معايا بره قبل الهوا قاعد بيبص للجورنان. يا اكيد استمتع جدا ده، ده نسي نسي كل حاجه، نسي يطلع على الهوا. قال لي فرجني يا ابني صوري، ايه الحلاوه دي؟ بص بص الجمال، انا ليه جبت دي كده؟ بقصد اجيب حاجات كده. والعدد الاصلي كمان بص الجمال، لو نقرا كده يا جماعه يا سلام. الاهلي يفوز بالبطوله رقم 11 للدوري العام، شباب الاهلي هزم خبره الزمالك 3-0. استاذ نهوان البطوله كام؟ البطولة رقم 11. 63 من 60 سنة عندنا 10 بطولة، دي حاجة حلوة طبعا معليها معانا. شفتي اللفة اللي لا أنا عايز أقول يا جماعة، بصوا الحلاوة، بصوا يا جماعة أنا ليه بجيب كده؟ مش والله مش حب الزون، أنا معايا المجلات ومعايا الحاجات القديمة، ده أنا عايز أقول يعني ده التاريخ، ده الحلو، الأهلي هنا بيكرموني في الأهلي، بجيب الأصل، ما فيش حاجة عندي، لازم أوريك، هات لي أي حاجة، الأصل أهي، الأصل أهو.
ادي الاهلي، ادي التاريخ العظيم. انا عايز اسالك نفس السؤال اللي سالته الكابتن شريف عبد المنعم في اللقاء اللي فات. اتفضل. وانت ممكن جدا يبقى عندك اجابه كمان دسمه على السؤال ده. انت عاصرت او حضرت نظرا للشغف الفظيع اللي عندك، انت مواكب تاريخ النادي الاهلي من اول لحظه لغايه ما احنا قاعدين مع بعض. مظبوط. حاسس باختلاف مع اختلاف الزمن، سواء للنادي الاهلي ككل كقلعه حمراء بشكل عام، او على الصعيد الفردي الشخصي للعيبه؟ لو قلنا على الصعيد حاجه صغيره كده، على الاداره حاجه عظيمه، حاجه غريبه جدا. النادي الاهلي ماشي على وتيره واحده، في قانون ماشيين عليه، في قصص، في مساك شرف، في مساك، في حاجات كتير حلوه. اول يوم، من اول يوم، من اول ما اتنشا قالك ده انجليزي، لا ده هو عمر لطفي ده انشا قالوا الفكره. الراجل الانجليزي مسك سنه ومشي مع السلامه لظروف معينه للاحتراف الانجليزي في مصر. عمر لطفي هو اللي عمل الفكره. وعبود باشا احنا رجعنا. طبعا الاقتصاد، سعد زغلول باشا، ها؟ واحد خالق ثروت، مع كل احترام للتاريخ، ارجع للتاريخ، تلاقي الاهلي ماشي على وطيره. في قمه، في مساك شرف، يعني ايه؟ يعني ادب، يعني احترام، يعني النادي بس، يعني النادي ده هو كل كياننا. تلاقي اللعيبه يقول لك احنا كنا بنقعد في النادي، اصدقائنا في النادي، بناكل في النادي، بنبات في النادي. في مبادئ وفي قيم، ده بالنسبه للاداره. بالنسبه للعيبه بقى، هات لي اي جيل في تاريخ النادي الاهلي في عظماء النادي الاهلي، وده كان بينعكس على منتخب مصر، اغلب بطولات النادي الاهلي. صحيح. في 2004 2010 شفنا ازهى عصور المنتخب المصري. ليه؟ لان كان في فريق اهلي كمان من الاهلي. طبعا ده بالكلام الكابتن حسن شحات ربنا يديله الصحه، كابتن المنتخب 2006 2008 و2010 الاهلي من 2004 ل 2010 بطولات افريقيا واسيا واوروبا. ايه ده، ايه ده، ايه ده، وعالم يا جدعان التاريخ دول. اهو اتفضل كابتن محمد يوسف، اهو الكابتن مجدي طلبة، هادي خشبة، حسام حسن، عصام الحضري، وياسر ريان، احمد فليكس، كابتن سمير كمونه، مع كابتن ابراهيم حسن، كابتن مشير حنفي. كل اللعيبه دي كان عرقهم بينزل على الخضره بتاعت الملعب، بترويه، بترويه عرق، جهد، اخلاص، حب. اللي بيشككوا في روح الفانيله الحمراء، عمرها ما هتكون روح الفانيله الحمراء موجوده، لها نبعه، تاريخ، حضاره. نرجع سبعينات، ثمانينات، ستينات، اربعينات، بص كل ده، كل دي جرايد اهي، زي ما انت عملت حركه المره اللي فاتت عجبتني قوي، شمينا الورق، شمينا الجرنان كده، وايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نرجع الاهلي يحتفظ بالدوري، اتفضل هوريك اهو. بص بص الجمهور ورا الناس ازاي في كل مكان. طبعا طبعا نفسنا الجمهور يرجع تاني. بص الجمال، لا ان شاء الله، بص الجمهور، بس هو موجود برضه، خلي بالك، يعني بروحه موجود، بدعمه على السوشيال ميديا، يمكن منفذ دلوقتي، لان اكيد ما هو الجمهور اللي موجود، لكن لو الجمهور يكون في الملعب، لا ده 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 احنا منزوع مننا السلاح القوي بتاعنا، سلاح الاهلي او سلاح اي فرقه ثانيه بتلعب باسم مصر جوه ولا بره، فرقه محترمه، هو جمهورها هو السلاح، بينزل 50% من قوه الفريق. الجمهور ده لوحده يستحق ان احنا نقف عنده ونتامله. اي فرقه رياضيه في اي رياضه، مش بس كره القدم، وفي العالم كله مش بس في مصر، كل فريق بيبقى له جمهور طبعا بطبيعه الحال، بس جمهور النادي الاهلي مع نفسه طبيعي، ليه خصوصيه. ايوه مش كده برضو؟ أيوه. ومختلف قوي ومنطقي. أيوه. عن احنا مبسوطين، احنا جمهور اهل البسطاء، احنا عامه الشعب، احنا الشعب مبسوطين ان احنا، يقولوا علينا ان احنا بسطاء الشعب، احنا عامه الشعب النادي الاهلي، احنا كل فئات الشعب على فكره، يعني ما فيش تصنيف الناس ممكن، يعني بتقول ان الناس البسيطه بس اللي بيشجعوا الاهلي، ناس كل فئات الشعب هي الجمهور بتاع النادي الاهلي. ما هي صور اهي. وبعدين لما نيجي نتكلم على روح الفانيلا الحمراء، يعني اللي بيتابع بس لقاءات حضرتك لوحدك معانا مش هيبقى عنده ذره شك في ان فعلا روح الفانيلا الحمراء بتلبس كل عشاق. انا اتربيت على مبادئ النادي الاهلي، على تاريخ النادي الاهلي. لما كنت اروح النادي الاهلي ايام ما كان زمان يكبروا شعرهم كده كبير قوي كده، كابتن الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن شطه، واعمل لهم كده وبعدين يعمل لي كده، احس طاير ان ما فيش كده، ويعمل لي كده، لا ده كان يعمل لي كده. عايزين نشوف لك صوره انت شخصيا ايام المرحله بتاعت الشعر عندي. المره الجايه توعدنا تجيب لنا صورتك ان شاء الله. كل مره هنجيب تاريخ وعظمه النادي الاهلي، صح. مبادئ، قصص، شخصيات، تاريخ عظيم. احنا مش هنتكلم عن نفسنا، الاهلي التاريخ هو اللي هتكلم. انت بتسعدنا كل مره الجميلة. بتنورنا فيها وبجد والله، وبتاخدنا فلاش باك لازمنه جميله جدا، والاجيال يعني كل جيل منهم يتقال عليه جيل ذهبي الحقيقه. انا ما بتكلم وانا على الهوا معاكم كده، يعني حضراتكم ليكم الفضل عليا في ما بتكلم بالروح دي، تشجيع من اول ما بخش، حاجات الحلوه، ورينا التاريخ العظيم، عايزين نفرج الناس الاهلي عظمه وتاريخ، 117 سنه بطولات ومبادئ وقيم واخلاق. هنفصص ال 117 سنه من خلال سلسله لقاءاتنا معاك ان شاء الله.
طبعا النهارده سعيدنا جدا بوجودك معانا. اشكرك. ان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. شكرا. شكرا لحضرتك استاذ محمد، وفقرتك ان شاء الله مستمره معانا. شكرا يا كريم، شكرا لحضراتكم، شكرا للعيبه اللي اسعدونا، شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي، شكرا للجمهور الجميل اللي بيدعمنا سواء في النادي الاهلي او في قناه الاهلي، شكرا لكل الناس اللي وقفت مع نادينا الحبيب. نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.